عاجل الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يعبر فيه عن بالغ تقديره لدور الوساطة الناجحة المصرية خلال الأيام الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت أو التوصل لوقف سريع لإطلاق النار وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. الرئيس السيسي من جانبه يشير خلال الاتصال بأن مصر قامت بجهود ومساعي مركزة وحسيسة لاحتواء الموقف الميداني والحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء، ودي النقطة اللي كنت هسأل حضرتك حالا عليها، بيؤكدها الرئيس السيسي في هذا الخبر العاجل، البناء على جهود التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتير الأوضاع بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به، والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أخيرا يؤكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر، وسعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء، تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين التي من شأنها تغيير الواقع في المنطقة كلها وليس فقط في إسرائيل وفلسطين. يعني تقييم حضرتك لهذه المكالمة، يعني مصر تتلقى تقديرا ليس فقط من إسرائيل، لأنه كمان إسرائيل بتعاني من مثل هذه الاشتباكات، يعني 56 ساعة من الاشتباكات، 56 ساعة طبعًا. يوما من 56 ساعة من الاشتباكات كلفت إسرائيل حوالي نصف مليار دولار، إلى جانب أنه يعني كل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة كانت في الملاجئ وتعطل العمل إلى آخره. وبالتالي إسرائيل تحتاج أيضا إلى هذا التدخل المصري طبعا. وبالتأكيد فإنه لابيد رئيس الوزراء يجب أن يوجه الشكر للرئيس السيسي ولمصر على دورها لوقف هذه الحرب، لكن التقدير لا يأتي فقط من إسرائيل، التقدير يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، كما نعرف جميعا فإنه الرئيس بايدن الذي كان يعني له مواقف سابقة أثناء يعني حملته الانتخابية من مصر في العام الماضي في أعقاب حرب مايو في العام الماضي تحدث شخصيا مع الرئيس السيسي وشكر له دور مصر على الذي يعني قامت به لوقف هذه الحرب التي استمرت كما قلت 11 يوما وكانت أشد يعني بكثير لا تقارن بهذه الحرب. والتقدير أيضا من الجامعة العربية والبرلمان العربي ومن المجتمع الدولي، فرنسا وإنجلترا وألمانيا وجهت الشكر أيضا لمصر على دورها في وقف هذه الحرب ووقف هذه الاعتداءات، لكن علينا أن نبحث عن حل سياسي دائم على أساس وحدانية تمثيل السلطة الفلسطينية وليس هذه الجماعات المرتبطة بأجندات خارجية، حتى نستطيع أن نحقق سلاما عادلا ودائما للفلسطينيين وفي الشرق الأوسط. طالما أن هذه البؤرة ملتهبة وتستخدمها بعض الدول الإقليمية لمصالحها الخاصة فإن هذا الأمر يمكن أن يتكرر، علينا أن نبذل جهدا أكبر من أجل التوصل إلى فتح أفق سياسي يقود إلى دولة فلسطينية وإلى أمن وسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ينهي هذه المشكلة ويحل السلام ليس فقط في فلسطين ولكن في الشرق الأوسط كله. أنا بكمل على كلام حضرتك أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن النهاردة وجه الشكر للرئيس السيسي وأيضا وزارة الخارجية الروسية وأيضا المنسق العام منسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام تور وينيسلاند، لكن أنا عايز أناقش مع حضرتك بقى ما عبر عنه السيد الرئيس في الاتصال الهاتفي، وهو هل من القريب العاجل في رأي حضرتك ممكن نوصل لأنه نوصل لهدوء كبير ونوصل لخطوات ترتيب لعملية سلام فعلا لحل الدولتين؟ يعني كما أشرت وأكدت أنه الهدف كله من الحراك السياسي الموجود في المنطقة الذي تقوده مصر هو التوصل إلى حل عادل ودائم
للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 67. لكن كما أشرت هناك قوة لها أدوات في فلسطين هذه تعطل هذا الحل لأنها تعيش على توتير الأوضاع ولا ترتزق من وراء إثارة القضية الفلسطينية وجعلها دائما ملتهبة وموقع توتر. يجب أن هذا الأمر الذي تقوده مصر يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد، وأعتقد أن القمة العربية القادمة في نوفمبر في الجزائر يمكن أن تكون يعني رافعة أساسية لهذا الأمر. نعود مرة أخرى لتوافق عربي تم التوافق عليه كما أشرت ربما في لقاءات عديدة في 2002 في بيروت، كان هناك ما يسمى بالمبادرة العربية التي تم الإجماع عليها أنه مقابل اعتراف مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 فإن كل الأمة العربية كل الدول العربية والمؤتمر الإسلامي أيضا يعني 37 دولة عربية وإسلامية سوف تقيم علاقات كاملة ودبلوماسية مع إسرائيل ويعم السلام في المنطقة. من جانب إسرائيل ترفض الإقامة، يعني اليمين الإسرائيلي يرفض حتى الآن إقامة الدولة الفلسطينية. من جانب آخر الدول التي أشرت إليها الإقليمية التي تعيش على توتير الأوضاع في المنطقة وعدم التوصل إلى حل تمنع هذا الحل. علينا أن نوحد القوى العربية والجهود العربية من أجل أن ننتزع للفلسطينيين وللمنطقة، لأن السلام العادل والدائم لا يخدم الفلسطينيين فقط وإنما يخدم كل دول المنطقة وكل شعوب المنطقة من أجل أفق سياسي وليس فقط من أجل التهدئة والتوصل إلى تهدئة في كل مرة، لأنه قلت أنه ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة، وبالتالي الحل هو البحث عن حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يخدم الفلسطينيين ويخدم كل المنطقة وشعوبها من أجل النمو ومن أجل التطور ومن أجل اللحاق يعني الدول المتقدمة، ويعني تعيش كل شعوب المنطقة في الشرق الأوسط في سلام وأمن عادل، لأن النمو والتنمية يلزمهما بالتأكيد مناخ سلمي وآمن وعادل ومستقر ومستمر.